بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السر مقبولة؟ يعني واحد بيقول اللهم صل على سيدنا محمد في سره، أو حتى لسانه ما بيتحركش، مقبولة أم لا؟ نعم مقبول. مش في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى وكل بملكا أعطاه الله أسماء الخلائق أو أسماء الخلائق؟ يعني إيه؟ يعني إن الله سميع بصير، فأمكن ملك إن هو يكون قائم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه أسماء الخلائق وأسماء الخلائق. فأنت لو أنت في جوف حوت ونجيت ربنا، هو يوسف عليه يونس عليه السلام مش كان في جوف الحوت؟ فلولا أن كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم حين. سمع الله سبحانه وتعالى ولا ما سمعوش؟ سمع. طب في سورة المجادلة قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وأعقبها بأن الله سميع عليم. يبقى سمعها ولا ما سمعهاش؟ سمعها. واتكلم في زوجها في الليل. قال تعالى واذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يبقى نداء خفي في الليل أو في سره. سمع ربنا ولا ما سمعش؟ سمع. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلو نفسك وسواسك بالصلاة على النبي بدون أن تتحرك شفتاك فقد كتبها الله. في حديث شريف، حديث قصة طيب جدا، ما معناه؟ سمعت الملائكة رجلا يصفر في الشارع، صفر، فهو مهمش عارفين بيصفر نيته ايه، فاحتكم الى الله، عضلت ايدي الملائكة عن الكتاب، يعني ملك الحسنات مش عارف يكتبها حسنة ولا سيئة، وملك السيئات مش عارف يكتبها حسنة ولا سيئة، قالوا نحتكم الى الله، يا رب إن عبدك يصفر فماذا نكتب؟ قال اكتبوا صفير وعلى الله التفسير. وفي الرواية اكتبوا صفير وأنا أعلم ما بالضمير أو ما بداخل الضمير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنتم لما تصلي على النبي في السر مقبولة وتكون أقوى كذلك، ولكن في حالة المرض تصلي على النبي في الجهر لأن صوتك العالي بيعمل زبزبة في المية بيغير التركيب الجزيئي لها فتتحول لدرجز أو أدوية تقاوم المرض. وإحنا هنقول لك على حاجات دي عمليا إن شاء الله بعد كده لما نوصل لحلقات العلاج إن أطال الله عمرك. حديث آخر شوفوا كده في الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رجل كان من أهل الصوفية وهو دخل عند جماعة بيقرأوا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد، فكان كل ما اللي بيقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لم يرددوا الصلاة على النبي. فحزن فقام رفع
صوته بالجار. أول ما جاء عند رسول الله أمر صلى الله عليه وسلم، أما هم قالوا صلى الله عليه وسلم. فهو الرجل ده ربنا غفر له، كان رجل مسرف على نفسه وصديقه. لما هو مات في نفس اليوم بعد ما خرج من المسجد، قال له انت داخل المسجد ولا بتصلي ولا بتعمل؟ قال له انا استحيت لقيت ناس بتصلي بتقرا احاديث، فانا قعدت بصلي. يعني في واحد احيانا عزاه الله يحب يروح دوره مياه في مسجد، فدخل مسجد فراح دوره المياه لقى ناس بتذكر ربنا، فاستحى يعني هم بتبصوا كده، يعني انت دخلت بيت ربنا المفروض تتوضا وتصلي ركعتين، لعله هو صلى ركعتين وقعد في وسطهم استحى ان هو يخرج كده. فهم لما قال صلى الله عليه وسلم هم لقوا ما بقولوش، قال انا اللي عاصر ربنا وما صليت، ادخل عند الناس عارفه ربنا، ولما يجي اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفعوا صوت المصطلح على النبي. فلما جه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رافع اسمه، خرج من مسجد ما صديقه شافه في المنام قال له يا ابني انا شايفك بتقلب في الجنه، انت ما عملتش حاجه حلوه ابدا، وانت ما عملتش اي حاجه نذكرك فيها بخير، انت في الجنه ازاي؟ قال له دخلت في مسجد فكان في جماعه بيصلوا على النبي، واحد بيقرا الصلاه على النبي والجماعه ما بيصلوش، فرفعت صوتي جهرا بالصلاه على النبي، فانتبهوا فرفعوا اصواتهم بالصلاه على النبي، فغفر الله للمن في المسجد جميعا، وانا كنت من بينهم فغفر الله لي وادخلني الجنه. شفت برضه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون جهرا لما تكون انت نبي حد، انه ممكن انت راكب قطار وبعدين واحد قاعد جنبك، بس ما ترفعش صوتك بقى على طول عندهم بقى عشان ما تزهقش منها، تقول اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، انت نبيت اللي قاعد في الكراسه خلاص بقى، ما تغنيهاش انت بقى، وتقوم تقعد تقول في سيرتك خلاص عرفوا ان انت نبيتهم، ربما واحد يصلي على النبي بجواره في المواصلات وانت قاعد، اللهم صل على سيدنا محمد، تحس ان جنبك اسم واللي وراك واللي قدام، وبعدين تخفض صوتك ده، لان هي في السر افضل من ايه؟ من ايه؟ من الجهر. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا من المكثرين من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستقبل كل اسئلتكم لكي نجيب عنها، ولكن شوفوا عناوين الحلقات الاول وشوفوا الاسئله، يجب ان تكون في الصلاه على النبي ويجب ان لا تكون مكرره. ارجو ان الاسئله لا تكون مكرره، وانبه ان الذي يسال عن العدد اللي صلى على النبي ليس من المكسبين، لان المكسب من الصلاه على النبي لا يحدد عددا، يصلي صفه تلقائيه وباستمرار. نلتقي بكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.